السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في درس جديد في قناة علوم. نلتقي اليوم مع تمارين حول اتصال دالة عددية. التمرين الذي سنتناوله في البداية هو الدالة F معرفة كما يلي: F لـ X تساوي 2X أس 2 ناقص 3X إذا كان X أصغر قطعا من ناقص 1، و f ل x تساوي x أس 2 زائد 4 إذا كان x محصورا بين ناقص 1 و 1، f ل x تساوي جذر مربع x أس 2 زائد 1 زائد 2 إذا كان x أكبر من 1. السؤال هو: أدرس الاتصال في النقطة ناقص 1 والنقطة 1. إذا أردنا أن ندرس الاتصال في النقطة 1، ماذا سنفعل؟ سنقوم بحساب النهايات على اليمين والنهايات على اليسار، بما أن الدالة معرفة هنا على اليسار في ناقص واحد ومعرفة على اليمين في ناقص واحد بطرق مختلفة. إذا نبدأ بناقص واحد، نهاية على اليسار في ناقص واحد، إكس يؤول إلى ناقص واحد بحيث إكس أصغر من ناقص واحد. إذا كان إكس أصغر من ناقص واحد نكتب شكل الدالة على يسار ناقص واحد تساوي نهاية x يؤول إلى ناقص واحد، x أصغر من ناقص واحد لـ 2x أس 2 ناقص 3x. فنعوض هنا بناقص واحد لأن الدالة حدودية، 2 في ناقص واحد أس 2 هي 2 في واحد يعني 2، ناقص 3 في ناقص واحد هي كم؟ إذن 2 في واحد ناقص 3 في ناقص واحد يساوي 2 زائد 3، ناقص مع ناقص يعطينا زائد، 2 زائد 3 يساوي 5. إذا النهاية على اليسار في ناقص واحد تساوي 5، النهاية على اليمين في ناقص واحد يعني x أكبر من ناقص واحد لـ f لـ x تساوي x أكبر من ناقص واحد، سنأخذ الشكل الثاني x أس 2 زائد 4، نهاية x f ل x إذا كان x يؤول إلى ناقص واحد، x أكبر من ناقص واحد، إذا سنعوض f ل x ب x أس 2 زائد 4. إذا كم تساوي إذا عوضنا بناقص واحد؟ هي ناقص واحد أس 2 زائد 4 يساوي 1 زائد 4 يساوي 5. نلاحظ بأن النهاية على اليسار تساوي 5، النهاية على اليمين في ناقص واحد تساوي 5، النهايتان متساويتان. نهاية في ناقص واحد للدالة f ل x تساوي نهاية في ناقص واحد، هنا x أصغر من ناقص واحد، هنا x أكبر من ناقص واحد. نهاية على اليسار تساوي النهاية على اليمين تساوي صورة ناقص واحد، وبالتالي فإن f متصلة، إذن f متصلة في ناقص واحد. الآن سندرس اتصال الدالة في العدد واحد. إذا سنحسب نهاية على اليسار في واحد، x يؤول إلى واحد، x أصغر من واحد للدالة f لx تساوي نهاية x يؤول إلى واحد، x أصغر من واحد. إذا على يسار العدد واحد يعني x أصغر من واحد، سنأخذ هذا الشكل x أس 2 زائد 4 يساوي، نعوض x بواحد، واحد أس 2 زائد 4 يساوي 5. النهاية على اليمين في واحد يعني x أكبر من واحد للدالة f ل x تساوي نهاية x يؤول إلى واحد، x أكبر من واحد، إذا كان x أكبر من واحد الدالة معرفة بهذا الشكل، إذا جذر مربع x أس 2 زائد 1 زائد 2 يساوي، نعوض x بواحد، إذا جذر مربع 1 أس 2 زائد 1 زائد 2 يساوي جذر مربع 1 زائد 1 هي 2، جذر مربع 2 زائد 2. نلاحظ بأن النهاية على اليسار تساوي 1، على يسار 1 تساوي 5، والنهاية على اليمين تساوي جذر مربع 2 زائد 2، النهايتان مختلفتان، وبالتالي النهاية على اليسار تختلف عن النهاية عن اليمين،
إذن F غير متصلة، إذن F غير متصلة في ناقص واحد، في العدد واحد، في العدد زائد واحد، F غير متصلة في واحد، ولكنها متصلة على اليمين، متصلة على اليمين في واحد، لأن صورة واحد نحسبها هنا، نحسبها هنا x أكبر من أو يساوي واحد. صورة واحد هي جذر مربع 2 زائد 2، إذا متصلة على اليمين، وعلى اليسار غير متصلة، لأن f لواحد تساوي جذر مربع 2 زائد 2، أما النهاية على اليسار فإنها تساوي 5. إذا f غير متصلة لأن النهايتين مختلفتين، وهي فقط متصلة على اليمين في العدد واحد. إذا نعود بصفة عامة بالنسبة لهذه الدالة المعرفة على مجالات، أن المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد مفتوح، ثم المجال نصف مفتوح ناقص واحد واحد، مفتوح من جهة واحد ومغلوق من جهة ناقص واحد، ثم المجال واحد زائد ما لا نهاية مغلوق من جهة واحد. هذه الدالة معرفة كما يلي، على شكل دالة حدودية هنا، ثم هنا شكل دالة حدودية، وهنا دالة مركبة من دالة الجدر المربع ودالة حدودية x 6 زائد 1، ثم المجموع مع دالة أخرى، دالة ثابتة تساوي 2. هذه الدالة مركبة تتكون من دوال متصلة على r زائد، متصلة على r زائد ومتصلة على المجال x أكبر من 1، وبالتالي فهي متصلة على اليمين في واحد بالنسبة لجميع النقاط. هذه دالة حدودية، إذن فهي متصلة على المجال، على جميع نقاط المجال ناقص واحد واحد، إلا العدد واحد، لأن النهاية على اليسار تختلف على النهاية على اليمين. هذه دالة حدودية كذلك في المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد، فهي متصلة على اليسار في ناقص واحد، لأنها دالة حدودية. إذا نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، واضغطوا على الزر لايك، وننتظر منكم اقتراحاتكم وأسئلتكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.